ونبدأ مع بعض حلقة جديدة ونقول يا صباح الفل والجمال على أجدع وأحلى ناس كوكب الأرض كله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد عبد الله في حلقة جديدة وحلقة رايقة كالعادة. وحلقة النهاردة يا سادة من سلسلة تطبيقات للربح من الإنترنت للمبتدئين، ونرجع تاني لسلسلة أفضل تطبيقات خلال الشهر أنا جربتها. يعني في شهر 8 أو شهر 7 أنا جربت شوية تطبيقات كده وسحبوا معايا ومعايا إثباتات سحب، فهنعمل النهاردة بيهم فيديو. خد بالك كل التطبيقات دي انا شرحها قبل كده اصلا، وهتلاقي الشرح بتاعها في علامة الاي، كل تطبيق منفصل، ولكن النهاردة انا هشرحها بشكل سريع جدا. او بقرا التعليقات بتاعتكم والكومنتات بتاعتكم عن الاضاءة وعن التصوير. انا عارف ان في مشكلة، بس انا والله لسه بتعود على الكاميرا الجديدة لانها بتطلع صورة خام خالص، فبحاول الونها بايدي، فواحدة واحدة كده وان شاء الله هطلع لكم جودة محترمة جدا، لان الكاميرا دي جامدة جدا. فاتقالوا عليا بس كده، هتلاقوا الجودة اتحسنت تدريجيا كده ان شاء الله، والاستوديو هيتظبط وهيبقى فيه حاجات حلوة كده وخلفيات جميلة هدلعكم. ما تقلقوش خلص من النقطة دي، وفي سلاسل جديدة جاية في القناة وفي دلع، والله في دلع. المهم قبل ما يبدأ الحلقة، ما تنسانيش باللايك الجامد، السبسكرايب الاجمد، الكومنت الحلو، صل على سيدنا محمد لان يكون شفيع شفاعك يوم القيامه ان شاء الله. ونروح للموبايل الجميل بتاعنا، واول تطبيق معانا النهارده هو كويز اس. واللي ما يعرفش كويز اس، هو ده تطبيق بتاعي انا، بتاع الشركه بتاعتي تيك برودكشن. التطبيق ده بتكسب منه عن طريق الاجابه على اسئله وطرح اسئله وكتابه مقالات، وان شاء الله قريب جدا هيبقى في صفحه اسمها المهام، هتقدر تكسب منها عن طريق مهام بسيطه. للاسف التطبيق لسه مش متوفر على جوجل بلاي، هو متوفر في قناه التليجرام بتاعتنا، فهروح على التليجرام واعلمك ازاي تحمله. واه طبعا وانت بتحمل التطبيق ما تنساش تشترك في قناه التليجرام بتاعتنا، هتلاقيني هناك بنشر حاجات مهمه جدا وبوتات وما الى ذلك. المهم هتضغط هنا على القناه بالشكل ده، وهتروح على الملفات، هتلاقي الابلكيشن اهو اسمه كويز اس، تمام؟ اضغط عليه كده واضغط على اداه التثبيت واعمل له انستول بشكل عادي جدا. بعد كده هتلاقيه تثبت عندك. هو راح فين؟ نبحث عنه. طب هنا نكتب كويز اس، انا مثبته، تمام. كويز اس اهو، هو ده التطبيق. للاسف التطبيق البرمجه بتاعته مش احسن حاجه، ولكن هو نسخه من الويب سايت، ولكن هو شغال تمام وبيأدي الغرض، وفي ناس شغاله معانا. طبعا في ناس كتير سحبت من التطبيق. كل ما هو عليك انك تضغط على علامه القفل وتضغط على تسجيل جديد من هنا، وتدخل اسم المستخدم والبريد الالكتروني وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور. زي ما انت شايف في الويب سايت او الابليكيشن عبارة عن اسئلة، الناس بتسأل اسئلة، في ناس كتير في الموقع الحمد لله بيستخدموا شهريا تقريبا 1000 مستخدم، في ناس كتير سحبت منه، وتقدر تسأل الناس في الاسئلة وهيرد عليك. طرق تجميع النقاط من التطبيق، لو ضغطت على الاربع شرط بالشكل ده ورحت على فين طرق الربح من كويز اس بالشكل ده، هيجيب لك النقاط بتتحسب ازاي وطرق الربح من الموقع. زي ما انت شايف اسئلة عامة، المشاركة في المسابقات، في مسابقات بتتعمل بيع الملاحظات، استبدال النقاط، كل حاجة محتاج تعرفها عن التطبيق. وانا شرحه بشكل منفصل في فيديو مدته 10 دقايق، لان الموقع كبير وفي شرح كبير جدا. هتلاقي رابط الفيديو في علامة الاي اللي فوق. الناس هتقولي فين اثبات السحب؟ الموقع ده بتاعي يا جماعة، والله العظيم بتاعي، ولحد دلوقتي تقريبا في اكتر من 150 واحد سحبين ارباحهم، تمام؟ طبعا الموقع لسه ما فيهوش اعلانات، فانا بدفع الارباح دي من جيبي الشخصي. تقدر تسحب ارباحك عن طريق فودافون كاش، اتصالات كاش، اورانج كاش، واي محفظه الكترونيه. لو انت خارج مصر تقدر تسحب ارباحك عن طريق الباي بال، تمام؟ تمام كده خلصنا من التطبيق الاول، نخش على التطبيق الثاني اللي شرحته الفيديو اللي فات، وهو لافلي بيت. هنروح على طول على جوجل بلاي عشان اعرفك ازاي تحمل لافلي بيت. هنيجي في خانه السيرش، هنبحث عن لافلي، تمام؟ اهو لافلي بيت، هو ده التطبيق زي ما انت شايف، تمام. التقييم بتاعه 4.7، التحميلات 5 مليون تحميل. هضغط على تشغيل بالشكل ده، حلو جدا. الابليكيشن بيبدا يفتح، هروح اوريكوا اثبات السحب الاول. هروح على الريديم بالشكل ده، زي ما انت شايف ان هنا سحبت 5 دولار من التطبيق، والله ال 5 دولار مجمعهم بنفسي من دعوه الاصدقاء ومن تجميع النقاط جوه التطبيق عن طريق اكمال العروض. الخمسة دولار وصلوا في خلال 3 ايام عن طريق الباي بال بتاعي، تمام. طرق تجميع النقاط، هتضغط على ايرن مور. عندك هنا شركات لاكمال العروض زي اد جيم وايات ستوديوز، كان في اوفر تورو بس اتشالت. عندك ايه تاني؟ دعوه الاصدقاء كمان بالشكل ده، وعندك ممكن تلعب اللعبه دي وتكسب منها، بس انا للامانه مش فاهمها قوي. يعني انا مش فاهم ازاي بتكسب من اللعبه دي. وده كان التطبيق التاني. نخش على التطبيق رقم 3، وهو ام كريبتو. هروح على طول افتحه. طبعا جربته ام كريبتو معايا، ام كريبتو انا ساحب منه لحد النهارده من غير دعوه اصدقاء تقريبا
حوالي انا فتح في بي ان ثواني اقفله. خلاص قفلت البي بي ان والتطبيق فتح معايا، معنى كده ان التطبيق ده ما بيشتغلش وانت عامل في بي ان، فخد بالك من النقطه دي. لو ضغطت على ريديم ورحت على الشيك ريورد هيستوري زي ما انت شايف، انا سحبت دي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 دولار عن طريق الباينانس، ومن الباينانس حولت الفودافون كاش. التطبيق هنا بيعتمد على الربح من دعوه الاصدقاء زي ما انت شايف، تمام. بتاخد 1000 كوين عن كل صديق يسجل، وبتاخد 10% من الارباح بتاعت الصديق. لو ضغطنا على ريديم ورحنا على باينانس كوينز، هسحب كمان 1 دولار دلوقتي، هقول له اوكي في ايه. لسه ما كملتش الحد الادنى، فاضل لي حاجات بسيطه 675 كوين واكمل ال1 دولار، وابقى كده سحبت 9 دولار من التطبيق. السحب بيوصل في خلال 3 4 ايام بالكتير يعني، تمام. تجميع النقاط من دعوه الاصدقاء زي ما قلت لك، والهوم عندك بتكسب عن طريق لعب الالعاب. هنضغط على بلاي ناو، بيجيب لك شويه العاب المفروض انت بتلعبها. لو ضغطت على مور هيجيب لك تفاصيل اللعبه وازاي تجمع نقاط. لو وصلت الليفل 10 هتاخد 5 كوين، ليفل 20 6 كوين، 35 6 كوين. في كمان حاجات تانية بس هي مش موجوده دلوقتي، مش عارف ليه معمول لها لوك، وهي عن طريق الاب تاسك مهمات داخل تطبيقات، وعن طريق الاستبيانات اللي هي السيرفي اوفرز، تمام. ده التطبيق يعني، التطبيق بسيط جدا، واجهته بسيطه جدا، سهل الاستخدام، فكل حاجه زي الفل. نخش على التطبيق اللي بعد كده وهو تيمو، هبحث عنه برضه هنا انا مثبته. طبعا كل الروابط هتلاقيها في الديسكريبشن، وروابط شرح التطبيقات دي ان شاء الله هتلاقيها في علامه الاي اللي فوق. هضغط هنا وهروح على الدخل. اخر سحب انا سحبه من التطبيق، تمام. فين نضغط على سحب عشان اوريكم كل حاجه قدام حضراتكم. سجل، وانا هنا ساحب اجمالي مبلغ 4853 جنيه، ولكن ده على مدار سنه للامانه، تمام. واخر سحب انا سحبه عن طريق فودافون كاش النهارده 11/8 زي ما انت شايف ب 250 جنيه، وصل لي 230 جنيه، والسحب بيوصل في ساعتها اوتوماتيك، في ساعتها متبرمج اوتوماتيك انه يوصل لك على المحفظه بتاعتك، بيخصموا بس 20 جنيه مصاريف تحويل. تيمو فيه طرق كتير للربح زي البث الصوتي والبث المباشر، وعندك ربح من دعوه الاصدقاء، ولكن اوبشن ربح من دعوه الاصدقاء للامانه مش هتكسب منه كتير يعني. زي ما انت شايف فين دعوه الاصدقاء، هي راحت فين يا ولاد؟ كانت هنا، هجيبها لكم دلوقتي عشان اوريكم كل حاجه. الاصدقاء اللي كسب النقود اهو، بتاخد كام؟ بتاخد 8% من اجمالي الربح بتاعه الاصدقاء، ولو شحن جوه التطبيق بتاخد 4%، وبتاخد يعني حوالي 50 نقطه اول ما صديقك يسجل. زي ما انت شايف في عندك كمان مهمات هنا تقدر تكسبها، انا هنا داعي 853 واحد، ف كده يعني. كمان تقدر تكسب من الرسائل، ولكن الاوبشن ده انا مش بحبه ومش بحبزه لانه في مشاكل كتير. فانا بكسب من التطبيق عن طريق البث الصوتي، وبكسب منه عن طريق دعوه الاصدقاء، دول الطريقتين اللي انا بكسب منهم، وعندي جوه قبيله في ناس شغاله فيها فانا بكسب منهم. المهم لو انت عايز شرح التطبيق بشكل كامل هتلاقي الشرح في علامه الاي اللي فوق. واحنا المفروض النهارده ان احنا كان معانا 4 تطبيقات بس، ولكن هزود كمان تطبيق وهو بيجو لايف. انا شرح برضو التطبيق ده منفصل، او بلاش بيجو لايف، ناخد بيك سبورتس. التطبيق ده انا شرحته قبل كده بشكل منفصل برضو. التطبيق ده بيخليك تكسب عن طريق لعب الالعاب وعن طريق عجلة الحظ. زي ما انت شايف انا هنا مجمع حوالي 18 دولار، هسحب دلوقتي قدام حضراتكم من التطبيق، تمام. والله وال 15 دولار دول، 18 دولار دول انا مجمعهم بمجهودي اقسم بالله، يعني انا مجمعهم بمجهودي. وبس مشكلة التطبيق ده ان الاعلانات فيه بتبقى اوفر شويه يعني، دي مشكلته الوحيده. زي ما انت شايف ظهر لي اعلان هنا، هستنى لحد ما يخلص. الاعلان خلص وعجله الحظ هي لفت، المفروض انها بتلف بشكل عشوائي وبتكسبك عدد معين من الكوينات. الكوينات دي طبعا مش فلوس، دي كوينات بتستخدمها عشان تلعب بيها الالعاب الموجوده جوه اللعبه، تمام. تمام خلاص اهو. طيب انا هروح اسحب بالشكل ده، هاجي هنا اختار المبلغ 10 دولار، وهنا البايبل بتاعي متضاف لاني سحب قبل كده من الابلكيشن اصلا. هقول له ريديم ناو، بيقول لي خلاص اهو ان السحب هيوصل لك. السحب فيه بياخد وقت طويل قوي يا جماعه، بياخد تقريبا بياخد، اللهم صل على سيدنا محمد، بياخد اسبوع تقريبا، وده اطول التطبيق يعني السحب بيوصل فيه. بتخش تلعب الالعاب وبتجمع منها يعني كريدت، على سبيل المثال تلعب لعبه كار ريس، او تلعب لعبه البيج لودو، او اي لعبه موجوده هنا. وبيقول لي السحب فشل دلوقتي، ممكن تلاقي في مشكله في التطبيق، تمام. وعندك العاب تحت بتلعبها بتجمع منها حاجه زي لوتري كده، تمام، وبتبدا تخربشها وبيطلع لك منها عدد معين من الرصيد. طبعا انا شرحت التطبيق بشكل منفصل في فيديو كامل، وشرح كل مميزاته وعيوبه واتكلمت عنه قبل كده، هتلاقي رابط الشرح في علامه الاي اللي فوق. بس كده
كده يبقى احنا النهاردة كان معانا 5 صديقات جامدين جدا اليوم مزبوطات سحب زي ما انت شايف، وبس كده الحلقة خلصت. والله العظيم كنت مستمتع النهاردة قوي وانا بقدم الحلقة، ما اعرفش ليه. واشوفكم فيديو جديد، صباحكم زي الفل وعسل.